للحديث أكثر عن اشتباكات قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للمملكة وإحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأوتوماتيكية والصاروخية، ينضم إلينا الوزير السابق سميح المعايطة. معاليك، بعد التحية، نلاحظ مؤخرا تصاعد في وتيرة عمليات التهريب. اليوم تابعنا أن هناك إضافة لتهريب المخدرات، تهريب للأسلحة والصواريخ. ما الذي يعنيه ذلك في مثل هذا الوقت؟ أولا مساء الخير لحضرتك ولكل المشاهدين الكرام. الحقيقة هذا الموضوع تعرف حضرتك أنه موجود من حوالي 2020 تقريبا أو قبل ذلك، كانت محاولات استهداف الأردن بالمخدرات وببعض المتفجرات والأسلحة، وكانت كميات الأسلحة تكون قليلة، وكان تم استخدام طائرات مسيرة في بعض المراحل، وتم استخدام يعني حرس لهذه ببعض إحدى محاولات التهريب، كان عدد اللي بيحموا المحاولة 270 مقاتل. والأسبوع الأخير زي ما ورد في البيان كان في تصاعد، وكان في عنا شهيد من القوات المسلحة خلال الأيام الماضية، وكان في مصاب، والجيش استطاع أنه يقتل عدد من المهربين أو هؤلاء الأشخاص زائد اعتقال أحدهم. هي القضية ليست تهريب مخدرات، المخدرات جزء من أدوات هذه المسألة. نعم. الذي يجري ومحاولة استهداف أمني وعسكري للأردن وله أهداف سياسية، المخدرات جزء من أدواته، لكن الذي يجري هو عمليات يعني الجيش يقاتل هذه المجموعات خلال الليل وحتى الفجر، وربما ما زال حتى الآن بعض الاشتباكات موجودة، بمعنى أنه هذا الأمر تدعم وتحرص أعداد كبيرة من المسلحين. هنالك ميليشيات طائفية موجودة على الأرض السورية، هنالك تواطؤ من بعض الجهات حتى بالنظام السوري مع الموضوع، وهنالك دولة وهناك دول إقليمية هي التي ترعى هذا الموضوع. نحن لا نتحدث عن مهربين يحاولوا إدخال مجموعات من يعني كميات من المخدرات للأردن. لو هذا الأمر موجود منذ عشرات السنين في كل الدول، لكننا أمام محاولة لاستهداف الأردن، أمام محاولة لاستنزاف الأردن في صراع وفي عمليات أمنية وعسكرية. وكما قلت لحضرتك يعني أعداد المقاتلين اللي بسحبوا كل عملية أعداد كبيرة، بمعنى أنه هذا الأمر مقصود في استنزاف الجيش، مقصود في إيقاع يعني اختراق الجبهة الأردنية، مقصود في إرحاق الأذى بالأمن الأردني من جهات سياسية ومن ميليشيات طائفية موجودة على الأرض السورية. فالأمر أخطر من أن يكون عملية مخدرات. الأردن كما نسمع من دائما وحتى من جلالة الملك يدرك هذا الأمر، وتحدث جلالة الملك إذا بتتذكر خلال زيارته لأحد مرتبات حالة الحدود بأنه الأردن سيضرب يد من حديد على هذا الموضوع. نعم. وسيتخذ كل الوسائل لحماية أمنه واستقراره. فالأمر له وصف مختلف عن كونه محاولات تهريب. نحن ننظر إليه باعتباره حالة محاولة سياسية أمنية عسكرية للحاق الضرر بأمن الأردن، بأمن الأردنيين، تقود ميليشيات وتدعم. نعم. دول بالإقليم لمسارات وأهداف لدى هذه الدول. سيد سميحة، أين دور الجانب السوري من هذه العمليات، سيما وأنها مسؤولية حماية الحدود تقع على كاهلها؟ هذه حدود مشتركة ما بين الأردن وسوريا، وهي حدود طويلة. كذلك الأردن طرح هذه القضية دوليا على عدة منصات دولية خلال السنتين الأخيرتين. ما هو دور المجتمع الدولي بهذا الخصوص؟ سيدي أنا بدي أحكي لك بدون دبلوماسية، يعني نعم. السوريين جزء منهم ليس بيده قرار الحدود، الحدود بيد الميليشيات وبيد إيران، الميليشيات التي تدفع لإيران في سوريا، وجزء من مؤسسات سورية متواطئة فيما يجري، وهذا الأمر معروف ومعلوم بالإعلام، وتعلم القيادة السورية ويعلمه الجميع، وجزء مستفيدين ماليا. الأردن هذا الموضوع كما تذكر كان بالاجتماع بعمان 1/5 اجتماع العرب مع وزير الخارجية السوري، الذي تم التوافق من خلاله على إنشاء لجنة أمنية عسكرية أردنية سورية مشتركة، وعقد أول اجتماع بحضور رئيسي الأركان ومديرين المخابرات في البلدين، وبعدها بأيام كان في محاولات تهريب ومحاولات إساءة والحاق الأذى بالأردن. الذين يقوموا بهذا الموضوع هم أصحاب القرار. الدولة السورية إما جزء منها متواطئ أو جزء منها كما قلت لحضرتك يعني ليس بيد القرار ومستضعف ومسيطر عليه من قبل جهات أخرى وميليشيات وجهات سياسية موجودة على الأرض السورية. الأردن طرح الموضوع بالسياق المصالحة السورية العربية، لكن سوريا لم تفعل شيء، لم تقدم على شيء، لم تقم بتقديم
أي خطوة ولا حماية حدودها. الأردن لا يطلب من سوريا أن تحمي حدوده ولا أن تحمي الأرض الأردنية. من يحمي حدودنا وأرضنا هو الجيش الأردني والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لكن من يحمي المطلوب حماية الأرض السورية وتطهير الأرض السورية من هذه الميليشيات ومن هؤلاء التجار. لكن للأسف السوريون إما عاجزون وإما متواطئون، فتقسم مؤسسات الدولة السورية بين هذين الصنفين. نعم، كل شكر لحضرتك السيد سميح المعايطة الوزير الأسبق على هذه الإضاءات.